السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم من قناة اسواق الشرق الاوسط. احبائي الكرام، اتمنى تكونوا بخير. احنا دلوقتي بنصور العربية دي دبابة شيفروليه 2018، يعني كسر الزيرو. العربية دي لسه ما علقتش نمرة، اهيت العربية زي ما انتم شايفينها اهيت 2018. العربية دي شركة بره وجوه، اهيت دي فاتورة. وصاحب العربية طبعا بالنسبة للبيع عايز اللي هيشتري يسجلها له او يعمل له فاتورة او يرخصها له، وما عندوش مشكلة. يعني العربية دي فاضية يا باشمهندس ولا كاملة؟ فاضية. العربية دي فاضية باور، هذا الصالون بتاعها اهوت. طب عاملة كام على العداد؟ ماشية كام على العداد؟ كام؟ دي ماشية على العداد 90 كيلو اهيت. العربية اهيت، العربية دي فاضية باور بس، يعني عربية يعني حالة الزيرو، هي كسرة الزيرو اهيت. استنى دقيقة، صور يا باشا ما بينك كلها وظهر الوش. طب افتح لنا بقى التابلو، تعالى. لسه كسرت حاجة من هنا، لسه ما عملتش حاجة. لسه كسرة الزيرو، كسرة الزيرو دي لو علقت نمرة. ايه؟ كسرة الزيرو دي لو علقت نمرة، ما علقتش نمرة. ماشية 90,000 كيلو. طب بس بعد اذنك 90 كيلو وبقول 90,000 يعني من المنصور للمعرض. يا جماعة معلش أنا آسف، العربية ديت ماشية 90 كيلو. قول له 90 كيلو، قول له زيرو. إحنا سمعنا غلط، يعني العربية ديت عاملة على العداد 90 كيلو. العربية دي عاملة على العداد 90 كيلو. دي عربية ما علقتش نمرة اهيت، أدي الحب بتاعها اهوت. العربية ما شاء الله اهيت زي ما أنتم شايفينها اهيت. أدي العربية اهيت زي ما أنتم شايفينها اهيت. العربية ديت 2018. طيب أيوة يا باشمهندس، مطلوب فيها كام إن شاء الله؟ مطلوب فيها 260. العربية دي مطلوب فيها 260,000 جنيه. طيب رقم تليفون حضرتك 011 40 76 05 6 8. ده اسم حضرتك ايه بقى؟ اسمه شعبان. ده الحاج شعبان، ده رقم تليفون الحاج شعبان صاحب العربيه، هيكون التواصل معاه بالنسبه لسعر العربيه او اي تفاصيل بقى عايزين تعرفوها، ازاي على الفاتوره، هيبيعها نظام فاتوره ولا يرخصها لكم ولا الكلام ده. بكده احبائي نكون انتهينا من تصوير الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون تصويرنا وادائنا عجبكم. اتمنى تشتركوا معانا على القناه وتدوسوا على علامه الجرس عشان اي فيديو جديد تشوفوه معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.